في رسائل عايزاك تشوفها أوكي. من بعض المشاهدين ماشي. والمتابعين بقى الشرنوبي الشباب ماشي. يعني ماشي يلا ما تقلقش في أفراح القبة بالذات ده كان أكتر دور كنت حاسة إن هو بيمثل فيه حلو جداً وقد إيه كان متقمص الشخصية كمان كان عامل ميكس لذيذ إن هو بيغني كمان فكنت حاسة إنه قادر إن هو يعمل الدورين إنه فكرة إن هو ممثل ومغني أصلاً أنا بحب محمد الشرموبي كممثل وكمطرب هو أثبت نفسه في التمثيل عمل أكتر من أدوار بحب قوي الأغنية بتاعته بتاعت نسيتني أوام شايفة إن هو في الأغاني بيبقى أحسن بكتير وصوته حلو أنا شايفة هو امتداد لمحمد فوزي لأن هو الله. نفس الحالة كانت بتاعت محمد فوزي اللي هو بيلحن ويغني ويمثل هو في الغناء صوته لذيذ جداً وفي التمثيل لطيف بس مقارنة مثلاً بكل الممثلين اللي في جيله لا هو ما سابتش رجله قوي بحب فيلم الممر ليه كان الدور بتاعه عاجبني كويس مسلسل بتاع نصيبي واسمتك السيزون الثالث كان هو صاحب الفكرة اللي هي شخصية مليجي في أدوار هو بيعملها كويس قوي مثلاً مسلسل كأنه امبارح ولا تطفئ الشمس هو ده المود بتاعه بحب له حاجات كتير زي أغنية الممر فاكر زمان حتة من الخيال فعنده أغاني كتير جداً جميلة هو بيغني تطريب أكتر من إنه بس يغني لأنه هو طبعاً ابن الملحن الكبير فاروق الشرنوبي ممكن شرنوبي يكون بيمثل جيل أصغر مني شوية التينيجرز الناس اللي هم في 10 11 12 سنة هو بيمثل قطاع كبير قوي في العشرينيات لأن هو شاب جان بيمثل بيغني بيطلع بدور البطل الأول بيطلع بالأدوار التانية والله هو بيمثل جزء من الجيل بتاعي إنما مش هو بيمثل الجيل بالكامل إنما هو ممكن يمثل جزء مننا حاجات معينة فينا هو محدش يقدر يمثل جيل لوحده لأن بقى فيه ممثلين شباب كتير قوي من السن بتاعنا فما ينفعش إن حد يمثل لوحده بيبقى كل واحد بيمثل نفسه أنا مش شايفة إن هو بيمثل جيلنا قوي في أدواره لأن أدواره مختلفة بس في نفس الوقت هو شكله ثابت يعني أنا بتلخبط ما بين هو طالع هنا في مسلسل إيه أو ده مسلسل اسمه إيه يعني بحس إن هو شكله في كل مسلسل بيبقى شكله واحد الحمد لله في حاجة ضايقتك في الكلام ده؟ لا خالص بالعكس بالعكس أنا بحترم دايماً آراء الناس وفي آراء كتير حلوة وفي حاجات بسطتني جداً في الكلام اللي اتقال إيه بسطك طيب؟ اللي بسطني ان في ناس ان الجمهور نفسه مبسوط وشايف ان انا محقق حاجات حلوه وشايف ان انا عامل حاجات كويسه وده بالنسبه لي عندي بالدنيا انا في الاخر انا ما بشتغلش لحد غير الجمهور انا حاسه ان انت اول ما بتلاقي نقد او حد هيدي لك رايه بتقلق قوي انا بحب دايما ابقى واخد بالي ودايما ابقى بعمل احسن حاجه ودايما ببقى خايف على شغلي قوي و بس صعب قوي ان انت تلاقي الناس اجمعوا على حد طبعا عايز أقولك على حاجة لو مفيش حد بينتقدني وحد مركز معايا وحد بيطلع علي أخبار مغلوطة وحد بيقول علي إشاعات وحد ما بيحبنيش وحد بيحبني وحد أنا ما كنتش هبقى موجود أصلاً طبعاً ما كنتش هبقى معاكي النهاردة ما كنتش هبقى موجود في حتة أنت اتضايقت لما هما بيقولوا مثلاً شرنوبي أحسن في الغنى من التمثيل؟ خالص ما هو أنا في الحالتين مش هتضايق طبعاً خالص بالعكس أنت بتحب التمثيل أكتر يا شرنوبي؟ أنا بحب الاتنين بس ما اقدرش اقول لك انا بحب ايه اكتر لانه الغنى موهبه فطريه جدا التمثيل موهبه انا اجتهدت عشان اعرف اطورها واعرف ابقى احسن فيها الغنى اتولدت بغني فكل حاجه فيهم ليها معزه خاصه جدا جوه قلبي ما اقدرش اقول لك انا بحب ايه اكتر لان الاثنين بحبهم بجد البنت اللي قالت ان هي بتتلخبط فيك حاسه ان في كل الادوار ان انت نفس الشكل ما بتغيرش أوكي. في شكلك ما فيش تنوع ده ضايقك لا ما ضايقنيش لان ده مش حقيقي طب ايه ردك؟ ردي انه يعني انا ممكن دلوقتي اجمع صوره كولاج كده فيه 10 صور مثلا ال10 صور شكلي مختلف فيهم وشكلي هتعرفي انا عامل ايه من كل كاركتر انا مش بعرف اكرر شكلي كتير الفتره اللي فاتت بس كنت مكرر شكلي كتير لانه كان غصب عني كنت بعمل الالبوم وكنت دخلت بعد الالبوم في تصوير حاجه فخلصت تصوير ودخلت تصوير وزي ما انت عارفه في حاجه اسمها راكور طبعا فكنت مثبت شكلي كنت مثبت شكلي لانه مش عارف اغير شكلي مش لاحق ما فيش وقت اغير شكلي بس دلوقتي يعني انا شكلي دلوقتي غير لؤلؤ دلوقتي حالا في اللحظه اللي احنا فيها دي شكلي مختلف عن لؤلؤ تمام مطول شعري ومفيش دقن ويعني
مش زي الشكل اللي انا كنت عامله في لقلق خالص. ممكن يبقى هي ممكن تبقى صح على فكره، بس ممكن يكون انا شكلي ما بيتغيرش. ما هو ده بيتقال لك عشان تاخد بالك، طالما الانطباع ده اتاخد عند الناس يبقى ده حقيقه. ما بصي انا كده كده اي حاجه بسمعها والله العظيم يا سمر، اي حاجه بسمعها انا بقعد افكر فيها مليون مره. الكلام ده حقيقي ولا مش حقيقي؟ بقعد افكر كده مع نفسي واشوف لو حقيقي بحاول اشوف هغيره ازاي. لو شكلي اصلا ما بيتغيرش فدي حاجه بقى بتاعت ربنا، مش عارف اغير هعمل ايه طيب. لا هو ممكن مش شكلك هيتغير، بس الممثل ممكن يغير في ادائه. تحس ان انت شخصيه مختلفه في كل يعني مره. انا عايز اقول لك على حاجه، مثلا في ناس بتطول شعرها، في ناس بتربي دقنها، في ناس في فيلم دلوقتي بعمله، الفيلم ده اول بطوله ليا، انا الفيلم ده خسيت له 15 كيلو وانا اصلا رفيع. انت خسيت 15 كيلو عند كده؟ لا انا انا كده خسيت، يعني انا كده زدت شويه مثلا 5 كيلو. انا كنت عامل شيب معين وكنت عامل شكل معين وكنت ظابط جسمي جدا. الدور ده ما كانش محتاج مني كده خالص. انا في لؤلؤ كان جسمي كويس. بعد لؤلؤ على طول لما جيت ادخل الفيلم قلت لهم معلش انا محتاج بس شهر عشان محتاج اخس، محتاج اخس ومحتاج ابقى مقتب شويه ومحتاج ابقى يطلع لي كرش الاكل ده اللي هو بني ادم ما بيعملش حاجه في حياته غير انه بيقعد ياكل في البيت ويروح شغله ويخلص شغله ويرجع ما عندوش حاجه تانية بيعملها. فده تغيير شكل، انا بجتهد عشان اغير شكلي. ده باين او مش باين بقى دي حاجه يعني انا ما اعرفهاش ولسه الفيلم ما نزلش فلسه مش باين قوي. انطباعات يعني ده في الاخر الجمهور. بالظبط في انطباع ساعات بيبقى ايجابي، في انطباع بيبقى سلبي، المهم ان انت في الاخر ومنطقي. بتاخد بالك من اللي بيتقال. الناس بتجمع عليه. يعني ده طبيعي. مفيش اجماع. طبيعي جدا جدا. بس انا في النهايه عايزه اقول لك انا مش عايزاك تنزعج من اي حاجه بتتقال. خالص والله يعني النقد ده طبيعي. والله خالص ولا منزعج ولا اي حاجه. انت مش منزعج؟ ومبسوط جدا ان طيب ان انا على الاقل سيرتي بتيجي على 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 لسان الناس والناس بتفتكرني وفي ناس كتير بتفتكرني الحمد لله بالخير وفي ناس كتير شايفاني الناس مركزه معايا فنان